في الثامن من نوفمبر الماضي أعلنت جماعة الحوثي إسقاطها لطائرة استطلاع أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية في حدث مثل منعطفا هاما في مجريات الأحداث. في 15 من نوفمبر أسقطت البحرية الأمريكية طائرة مسيرة قادمة من اليمن أثناء عبورها في سماء البحر الأحمر في أول رد أمريكي. يعد الحدث الأبرز في مجريات الأحداث إعلان جماعة الحوثي استيلاءها على السفينة جالاكسي التابعة لرجل أعمال إسرائيلي في 19 من نوفمبر. في 3 من ديسمبر أعلنت الجماعة استهدافها سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة يونتي وسفينة نمبر 9. الأولى تم استهدافها بصاروخ بحري والثانية بطائرة مسيرة بحرية. في 12 من ديسمبر تم الإعلان عن استهداف السفينة ستريندا، وهي سفينة نفطية تابعة للنرويج كانت في طريقها إلى الكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر. توالت الهجمات البحرية، وفي 14 من ديسمبر استهدفت سفينة الحاويات ميرسك بطائرة مسيرة أثناء توجهها إلى الكيان الإسرائيلي. في 15 من ديسمبر أعلنت جماعة الحوثي استهدافها لسفينتي حاويات بصاروخين بحريين بعد رفض طاقم السفينتين الاستجابة للتحذيرات النارية. وفي 26 من ديسمبر أعلنت جماعة الحوثي استهدافها لسفينة تجارية في البحر الأحمر بصواريخ مناسبة وقصفها لمواقع عسكرية في إسرائيل بطائرات مسيرة.